تزيين. الشيف عبال ما تغرف لنا الرز هناخد الصنف الاخير معانا، مشروب العيران السوري. تمام، ننزل بمقادير العيران معانا يا ريس مخرجنا الجميل. معانا الزبادي اهو يا جماعه، بسيط، رشة ملح. العيران يا جماعة من المشروبات الصيفي. المدير نزلت معانا على الشاشة اهو زي ما احنا شايفين، 2 كوباية زبادي، رشة ملح، تلج مجروش، ونعناع فريش. تمام جماعة، ده المشروب ده سوري الأصل، ومحبب في الصيف. وبرضه ما ننساش ان هو متفق معانا في المنيو بتاعنا النهارده. بنحط كام ورقه كده اهوت، بنجيب التلج المجروش بتاعنا، هي كوبايه الزبادي، بنحاول نديها كوبايه ميه، كوبايه تلج يعني. بنحاول اهوت، هو حاجه نوع من السموزي، لكن هو حاجه ما اقولكمش، بيبقى بيتشرب مع سندوتشات الشاورما. في مننا ان شاء الله اللي يكون متعود ان هو يزور المحلات السوريه، تملي بيبقوا مشهورين بيه مع وجباتهم. حاجة بسم الله ما شاء الله، ولا أروع ولا أحلى من كده. نعم، عايز دم الفراخ ولا عايز دم؟ لا اي حاجه زي ما حضرتك عايزه. النهارده سعدنا بيكي بجد يا سلام يا شيف سناء، ربنا يخليكي. وسعيد بكل السادة المشاهدين اللي أسعدونا بسماع صوتهم النهاردة، وبالخصوص تحياتي لأهل بني سويف اللي شرفونا النهاردة بالاتصال. نتعلم أكلة جديدة وطرق نتقدم وياك، وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم أكلة جديدة وطرق نتقدم وياك، وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم أكلة جديدة وطرق نتقدم وياك.
وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم وياك. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم وياك. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم وياك.